طبعا احوال المستشفيات في مصر من القضايا اللي بنهتم بيها. تشوفوا المشهد ده كده، عشان يخفضوا الحرارة بتاع الطفل حطوه في حوض، نتيجة انه المستشفيات في مصر بلا مستشفيات، انهيار الحالة الصحية في مصر، فتخليهم يضعوا الطفل في حوض علشان يخفضوا له الحرارة. استاذ حسام والد الطفل اياد، استاذ حسام اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. قول لي ايه ده اللي انا شايفه ده؟ انا حضرتك بس انا صح على حضرتك معلومه، هما ما حطوش الطفل في الحوض، احنا ما عرفناش نعمل ايه عشان ننزل حراره ابننا، احنا اللي حطيناه في الحوض. طب الممرضه انت رفض مش جوه المستشفى؟ حضرتك، طلعنا احنا طلعنا المستشفى فوق، اتحجزنا طلعنا فوق في المستشفى وحجزونا في المستشفى، حجزوكوا ليه؟ حجزونا عشان الطفل عنده حاجه اسمها انيميا الفول وحرارته كانت ارتفعت جدا، طب ما لازم ياخد خافض عشان الحراره تنزل والطفل ياخد علاجه. طب فين الخافض؟ حضرتك الممرضه قالت مفيش خافض ومفيش ترمومتر، اشتري ترمومتر من بره. لا واوعى واحد دقيقة يعمل لي، واحدة بس، يعني الممرضة قالت لك مفيش ايوه ترمومتر انزل اشتريه ومفيش خافض؟ مفيش خافض وانزل اشتري الترمومتر، واوعى واحد يعمل كمادة قطن ويحطها فيها ميه ويرميها على الارض، تاخد وقت المؤسسه الزباله. طيب حضرتك هات لنا خفض، قالت طب نجيب خفض ايه؟ قالت ماليش دعوه، الصراف هاته من تحت. المستشفى اسمها ايه يا استاذ حسام؟ مستشفى ابو المطامير العام، مستشفى ابو المطامير العام، خدنا الطفل ابو المطامير العام، يعني المستشفى ابو المطامير العام ما فيش فيها لا الخافض ولا فيها كمان قياس الحرارة، ما فيش. مفيش. انا بقول لحضرتك احنا شحتنا من واحده محجوزه الترمومتر قيسنا بيه حراره لابننا، الممرضه رفضت تديله خافض، رفضت تقيس الحراره، وكمان قالت لنا يعني هيبقى في عقاب لو انتوا رميتوا قطن على الارض في مبلول ميه. عقاب كمان. واحنا خدناه حطيناه في الحوض لان ما ادناش حاله، احنا قدامنا فانت حاله ما فيش بتموت، قدامك حاجة، حطيت ابنك في الحوض كده. هنعمل ايه؟ طيب خليك مكاني، ابنك بيموت مش قادر تعمل له حاجه، هتعمل ايه؟ انا مش في بيتي عشان اجيب له تلج، ولا انا حطيته في الحوض، مفيش قله حيله، اعمل ايه؟ خليك مكاني. دكتور انور ابو حديد، مدير مستشفى ابو المطامير العام. دكتور انور اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل. معقولة يا دكتور أنور مفيش ترمومتر لقياس الحرارة ومفيش خافض؟ الكلام ده غير صحيح يا استاذ وائل، غير صحيح؟ غير صحيح يا استاذ وائل. وبعدين حضرتك اللي هذا الطفل احنا طلعنا له رئيس قسم الاطفال الدكتور نزيه، وبعدين حضرتك الحراره، ارتفاع الحراره في الاطفال بننزلها بالميه، ولو حضرتك سالت اخصائي الاطفال الكمادات كده. بالمية وبعدين ازاي؟ حضرتك بالمية ازاي؟ دلوقتي حضرتك احنا بننقل الدم لما تكون الحراره معتدله، يعني ايه الطبيعي بتاعها كام؟ 36 و3 ومن 36 ونص ل 37 و3 شرطات، كلام طيب. فالممرضه قالت له روح اغسل له تحت الحنفيه، واخد بال حضرتك معايا يا استاذ وائل؟ معاك. فهو خده حضرتك واتصورت. لو سالنا حضرتك اخصائي الاطفال، احنا من في حالات السخونيه بنعمل كده، كمادات على راسه ومنحمي نصه اللي تحت. طيب وبعدين دي حاله فعليه هل تعتقد يا دكتور انور ان استاذ وائل باشا. ايوه يا فندم، عائله، يعني في مريض هيكذبوا يعني ويقولوا الممرضه قالت لنا ما انزلوا هاتوا ترمومتر منش يا استاذ حضرتك حسام؟ طب خلينا اسمعه استاذ حسام، اتفضل. دكتور حبيبي انور بيقول لك ما حصلش. يا استاذ وائل الكلام، لا انا مع احترامي للدكتور انور، احنا كنا قاعدين شباب البلد كلهم كانوا موجودين، والناس بتاعت مجلس المدينه كانت موجوده، والناس بتاع والدكتور اللي هو الممرضه غلطت قدامه فينا كان موجود. واللي انا بقوله لحضرتك لو طلعت فيه كلمه كذب انا على الهوا، انا بكلم حضرتك على الهوا وقلت لك اسم رباعي، مستعد ان اتحمل مسؤوليه واتحاسب، اصل اتحمل انت مسؤوليه يعني واتحاسب، انا ما بتخيلش كل يعني. كلمه قلتها لك انا صادق فيها. طيب احنا يعني حطينا ابننا في الممرضه قالت الحوض، لك احنا ما عندناش ترمومتر تنزل اشتريه من تحت. قالت لي انا مش هممني مدير المستشفى ولا الدكتور اللي انت جايبهولي، مش هيقطع رقبتي.
قدام الدكتور وهو واقف. ومفيش طيب هو بيقول لك احنا بننزل الحراره بانك بتحط الواد في الميه كده. حضرتك انا بقول لحضرتك احنا اللي حطينا ابننا في الميه قله حيله قله حيله. الدكتور قال لنا الساعه 1، الدكتور نذير رئيس قسم اطفال يشكر، قال الساعه 1 ونص، انا داخل 10 ونص المستشفى. طيب انا داخل يا 10 ونص المستشفى. دكتور انور انا بس مش عايز دايما يعني نغتال ايوه استاذ الضحية، وائل، يعني انا عندي اصل هو والد مريض، يعني هيكذب ليه يعني؟ على فكره حضرتك احنا عملنا اللازم واكتر، انا قلنا له الدم وطول النهار رئيس قسم الاطفال الدكتور نزيه مع هذا الطفل، دي حاله عاديه خالص يا استاذ وائل، استقبلناه من الاستقبال وسالوا الحراره تحت وطلع للممرضه فوق، طيب الممرضه معاها حالات كتير، فقالت له قاست الحراره. طب على اي اساس قالت له، على اي اساس قالت له روح نزل هذه الحراره، اعمل له كمادات، طيب ده انا على كده انها قاست الحراره. يا 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 استاذ حسام عملت ايه بعد كده؟ ابنك حالته ايه؟ ابن الدكتور انور يشكر جاب لنا رئيس قسم الاطفال، قعد معانا طول النهار، ابننا حرارته نزلت حوالي الساعه 4، عملنا له تحليل خارجي وبعد كده خد دم، تابعنا رئيس قسم الاطفال لحد ما طلعنا من المستشفى. انا ما بكلمش حضرتك في الدكاتره، انا بكلم حضرتك في التمريض، انا ما قلتلكش الدكتور طيب انور يشكر لان مستشفى خلينا كبير. بس يا جماعه نشوف الحاله بس. انتوا ما عندكوش ترمومتر فعلا يا دكتور انور؟ حضرتك كل كل الطفل اللي حصل هقول لحضرتك حاجه بقى، طب اقول لحضرتك الدكتور وليد قال لها هاتي سماعه، قالت له ما فيش، هروح اشحت لك واحده من بتوع العنايه المركزه. الكلام ده طبعا غير مظبوط يا فندم. اقسم يا بالله يا عيب يا دكتور دكتور انور، انور بس يا عيب يا دكتور بص يا انور، فندم بص يا انا فندم يا بحاول فندم. الم الموضوع، انت طيب عيب ما تقولش مش خلينا كده، حاضر خلينا يا ناخد استاذ واحد من وائل. شهود العيان اهوت، الاستاذ علي سالم. يا استاذ علي تحت امرك يا استاذ وائل. هل قالوا لهم فعلا مفيش ترمومتر ومفيش خافض؟ اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله 3 مرات. اولا الدكتور انور يعرف علاقتي بيه كويس خالص، علاقتي بيه انا ابو الشباب ابو المطامير، وكنت رزروفة في المستشفى للتقويم مش للسلبيات. انا اول مره نتكلم في سلبيات حضرتك النهارده، اول مره من 25 يناير نتكلم في سلبيات. طيب والبلد كلها عارفاني. طيب بتقول شحتنا ترمومتر من المريض اللي جنب السرير، المريض اللي جنب السرير والست دي موجوده، خدنا الترمومتر بتاعها غسلناه وقسنا بيه للولع عشان ما يحصلش عدوى. الولا كان درجة حرارته 39 ونص. طيب. مفيش أي حاجة في المستشفى، أنا ما بندلش الدكتور أنور. ما بندلوش، الراجل ده لسه ماسك المستشفى الجديد بقاله 20 يوم. في طيب إيه بس في هو دكتور أنا أنور، خلونا يا جماعة نعترف أستاذ بالأخطاء بدلاً من سلخ المرضى وإعادة اغتيالهم يعني. اسمعني حضرتك بقى. اتفضل. حضرتك بقى. أنا الدكتور أنور يحيى أبو حديد، دكتوراه جراحة، استشاري جراحة. جامعة اسكندرية. أنا أنا مدير مستشفى من يوم 22/2 بحكم محكمة. أنا جاي بحكم محكمة. أنا جاي في هذا المكان بحكم محكمة. أنا قدام يعني أنا لسه مكتشف هذه المواضيع وبصلح في المستشفى وهتبقى أحسن مستشفى أبو المطامير. أنا كويس جدا. محكمة. ما هو ده كويس جدا بقى دكتور. أنت هنا تقول يا جماعة أنا عارف إن في انهيار بس أنا جاي أعالجه وأصلحه يعني، وأنا لسه تمام يا جاي. فندم. فهنا يبقى في نقاش، إنما مرميش الكرة في ملعب المريض الغلبان يعني. هقول لك حاجة تانية برضو، للإنفكشن كنترول بنعمل إيه؟ الممرضة معاها ترمومتر، ماشي حضرتك؟ فأنا بألزم أبو الولد يجيب ترمومتر عشان ما نقلش عدوى من طفل لطفل لطفل. يعني الممرضة معاها ترمومتر خاص. والمستشفيات ما عندهاش إمكانيات ترمومتري. حضرتك بيتكسر كتير، الممرضة معاها، بس أنا بألزم أبو الطفل يجيب ترمومتر عشان ما نقلش عدوى من الطفل للطفل. وبعدين مش غالي يعني 5 جنيه ب 10 جنيه يعني. هي ما أنا مندهش له في ده، لأن أصل المريض لا اللي لا. جاي شايل ابنه بسرعة ده عشان ينزله تاني يشتري ترمومتر من وبعدين حضرتك دي حالة فافيزم، يعني إيه؟ انيميا الدم. احنا تعاملنا معاها دي اساسا نحولها قسم الدم في اسكندريه، يعني احنا نشكر يا مستشفى ابو المطامير ان احنا تعاملنا مع هذه الحاله. اي حد يبعت لك 100 ترمومتر يا دكتور. انا بس كويس، انا بحيي شجاعتك في الاخر ان انت بتقول انا جاي اصلح يا جماعه وفي حاله تمام انهيار بس ادوني وقت يعني.
تمام، الله ينور عليك استاذ وائل. انا مستلم بحكم محكمه بقالي 10 ايام بالظبط. طيب بشكركم جميعا. لكن شوفوا يا جماعه، يعني هنا والله صدق او لا تصدق، ان تبقى نقول للمريض انزل هات ترموت، يعني شايل ابنه بسخونه وبيموت منه يعني، ومفيش خافض ومفيش امكانيات، وبعدين يضطر الدكتور انور في النهايه علشان دي العاده يعني، فيلقي بالكره في ملعب المريض يعني، وبعد كده يستيقظ الضمير في الاخر فيقول انا جاي بحكم محكمه، انا لسه جاي، فانا عارف ان في انهيار وفي اسوأ من كده.